عليكم. انا الحين في معرض دوري السيارات 2015 وان شاء الله راح اسوي لكم تغطيه شامله للمعرض. روزر تتحمل الصعاب في الجبال والصخور. يمرون المقطع هذا. راح نشوف الكروزر كيف الموتر هذا يصعد فوق هذا المكان. أول مرة أسمع عن رام. شايفين والله سيارة حلوة. الدج الرياضية سوبر تشارج 6.2 لتر. سيارة جديدة من شركة دج اسمها وايبر اكر اعتقد شيء او ويبر اكر. هذه مكينة الموتر مثل ما انتم شايفين. هذا الموتر من قدام عجيب صراحة. دخلنا لجناح الجيب والله سيايرهم عجيبة يعني مطورين من الكواليتي من المواصفات من كل شيء. شايفين الموضة كل شيء باللون الأصفر والتوار الكبيرة بعد. هذا جناح شركة فيات السيارات. الحين احنا في جناح شركة كيا الكورية. شايفين عندهم نماذج كثيرة صراحة من السيارات. شو رأيكم في أصغر سيارة كيا ريو؟ حلوة رياضية شبابية على كيف كيفكم صراحة يعني ورخيصة. أصور السيارة من الداخل والله كواليتي صراحة موتر كوري وكيف شوفوا يا سلام الكواليتي. نفس الموتر والسيتات اللي وراء مثل ما انتم شايفين صراحة مكان واسع وعجيب. شوف الموتر من ورا يا سلام والله الموتر عجيب. الحين راح اراويكم ان شاء الله يعني كيا كوارس افخم سيارة كيا مثل ما انتم شايفين.
نوكيا حس لكسس وطاف لكسس بعد. شوف الليتات، شوف الكواليتي. فاكوين زيرو الليفل سوف جي دي اي 2016. والله من ناحية المواصفات الداخلية السيارة نمبر 1 مقرون يعني. حسيت دمج بين لكسس ومرسيدس مثل انت شايفين الساعة نفس ساعة مرسيدس. كواليتي سيت. وهذه دعاية حق جيمس العود بألوان علم الإمارات مثل ما انت شايفين. سوين حق يوم الوطني هذا. ترتيب وتنظيم كل شيء اوكي. صراحة المعرض هذا يعني منظمينه مرتبينه مضبطينه مثل ما يقولون يعني كل شيء تمام. برأيي هذا الموتر بينفع حق السفرات الطويلة من سفرة العمرة. بس شوي اصور لكم من داخل تشوفون كيف. تقريبا ميني باص مواصفات فخمة يعني. شوفوا الكواليتي السكات حتى في المجال واحد يقف هنا. وهذا الوحش الوحش لاند كروزر 5.7 حبيبي. خليك على الياباني وبس، خليك الياباني وبس. شوف تطور بس 2016 غير. رقم واحد على فكرة يعني سيتات كواليتي شاشات خلفية. المعرض هم فاتحين جناح للسيائير الكلاسيكية مثل انت شايفين. جناح كبير وايد ما شاء الله عليهم صراحة وكل شيء موجود. والله لما شفت الموتر هذا تخبلت. اول مرة اشوف موتر كلاسيكي مكشوف شيء يعني ما كنت اتوقع يعني. هذا من الموتر الحلو الجميل يعني. نفس الموتر من الداخل شوف الكواليتي بس غير غير صراحة يعني. ما ادري في شركة تتحدى. وهذه مواصفات الموتر مثل ما انتم شايفين 1958 ويك ليميتد. في جناح بي ام دبليو وهذا وحش بي ام دبليو اي 8 المتطور بالهايبر الكهربائي. سعر الموتر هذا 750,000 درهم اماراتي والموتر يسوى صراحة يعني. موتر رياضي صغير فل كواليتي في كل شيء صراحة. صراحة جناح البي ام مبدعين يعني. عبدوا هالسنة حاطين كل الموديلات اللي عندهم صراحة كل الموديلات مغيرينها. الحين في جناح المرسيدس والله صراحة ما عندي شحن ولا كان اصور اكثر يعني. مثل ما انت شايفين كل هالموديلات جديدة. مثل ما انت شايفين خلصنا الحمد لله من تغطية معرض دبي للسيارات 2015 وإن شاء الله راح أكون وياكم في تغطيات ثانية إن شاء الله في معارض دولية أخرى في أنحاء الدولة بإذن الله سبحانه وتعالى. وحياكم.